انطلاقة الشوط الثالث من هذه الأمسية للجيادة العربية الأصيلة بصدارة الجواد. هلال دوغلوري مربط المجد والفارس عبد الله الهاشمي من وسط الجياد، سعدون عيسى عبد الله، سالم الكواري وعبد الكبير. في الترتيب الثالث هناك الجواد، حيلان السكب، بدر يوسف، عبد الله البلوشي والفارس محمد حسن العبد الملك. في الترتيب الخامس هناك الجواد غزوة، ملك زي خليفة بن شعيل الكواري والفارس سامييل. في الترتيب السادس هناك الجنود. في الترتيب السادس هناك نوار. المنعطف الأول والصدارة ثنائية من قبل الجواد، حيلان السكب والجواد، شمس النهار، تحركات وإعازات من قبل الجواد. هلال دوغلوري المنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط المستقيم، شمس النهار، صبحي عوض إبراهيم وصالح المري ونوار. نوار الشيخ أحمد بن محمد بن فالح بن ناصر الثاني وجيفرسون سميث، محاولات للحق ولكن نوار تنير في هذا الشوط، والفارس جيفرسون سميث في محاولة للحق للجواد مارد لعرق ولكن نوار إلى المركز الأول، والفارس جيفرسون سميث. مبروك. The official results for race number 3. In first place, horse number 2, Noir, owned by Sheikh Ahmed bin Mohammed Al Thani and ridden by Jefferson Smith. In second place, horse number 9, Mared Al Uraig, owned by Sheikh Faisal bin Hamad bin Jassim Al Thani, ridden by Stefan Mazur. In third place, horse number 10, Wheat de Faust, owned by the Al Ghazali stud, ridden by Arnaud de Lapine. In fourth place, horse number 13, Al Mahib, owned by Mr. Abdullah Mesfer Al Hajri and ridden by Saleh Fahad Al Hajri. And in fifth place, horse number 6, Kahelan Al Sakab, owned by Mr. Badr Al Balushi, ridden by Mohammed Hassan Ali Abdul Malik.